مساء الفل عليكم. شخصية مثيرة للجدل اختفت فترة ورجعت تاني للأضواء وعاملة ضجة كبيرة جدا. انت لو كان قلبك قلب أم ومحروقة ما كنتش خسرت ذنب عيل أمه اتحرق قلبها، وأنا بقولك حسب الله ونعم الوكيل فيكي. المطربة المغربية ليلى غفران، وفي الحديث عن مقتل بنتها تاني بعد ما مرت سنين، مش بس على مقتلها لا كمان على إعدام الشخص المتهم بقتلها. برنامج مش فايتك كتير، برنامج بقدمه بشكل متقطع، اما بيكون في احداث بطلع الخص لك الاحداث دي عشان ما يبقاش فايتك كتير. عشان تتابع البرنامج وعشان تتابع برامج تانية بقدمها على القناة تقدر تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وتفعل زرار الجرس علشان يجيلك تنبيهات بكل جديد انا بنزله، وتقدر كمان تعمل فولو على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام. يلا بينا. ليه دي القضية الوحيدة اللي اجتمع الناس كلها فيها على انه قتل بنتك فيه موضوع وراه كبير؟ جرائم القتل اللي بيبقى فيها طرف مشهور بتكون محل جدل كبير جدا وبشكل واسع، ما بالك لو جريمة القتل اللي بنتكلم عنها دي فيها اكتر من طرف مشهور، اكيد الموضوع هيبقى كبير جدا، خاصة ان فيها بنت المطربة مشهورة جدا المطربة المغربية ليلى غفران، ومقتل بنتها هبة العقاد حادثة شغلت الرأي العام جدا في مصر لمدة فترة كبيرة. رجعت تاني للقصة من جديد تتفتح، وبسبب لقاء للمطربة ليلى غفران الفنانة المغربية مع الإعلامية بسمة في البرنامج اللي بيظهر في رمضان، وكان ليها تصريحات مثيرة للجدل ومتناقضة في نفس الوقت. تعالوا نشوفها. بلاقي الولد بيتخن وشه بقى ابيض، علبه سجاير مالبورو الولاعه في ايده، لبس منين ده؟ هبة العقاد بنت ليلى غفران اتقتلت في مدينه الشيخ زايد في 6 اكتوبر في مصر. قصه خدت وقت كبير جدا من الاعلام ومن الراي العام، لدرجه ان محمد رمضان سنه 2014 عمل مسلسل ابن حلال بتدور احداثه او بشكل ما مستوحى احداثه من القصه دي. اللي حصل كمان ان ليلى غفران اتهمت محمد رمضان انه بيستغل المأساة اللي وقعت فيها ليلى غفران، انه بيستغل ده في انه يعمل شهرة ويعمل ضجة ويعمل نجاح فني على حس القصة. انت اللي قتلتها؟ ايوه بي، انا اللي قتلتها. من الحاجات المثيرة للجدل كمان ان مذكرات هبة العقاد وصلت لجريدة اليوم السابع، جريدة اليوم السابع وبناء على طلب من ليلى غفران الام المكلومة منعت نشر مذكرات هبة العقاد احتراما لمشاعرها. المذكرات اتكتبت سنة 2005 و2006 في لندن، يعني قبل ما هبة تموت بسنتين، ومن الواضح من المذكرات ان هبة كانت بتعاني من صراعات ومشاكل نفسية كبيرة. دارت احاديث كتيرة عن حياتها الشخصية وعن حياة والدتها الفنانة ليلى غفران الشخصية، ومن ضمن الحاجات اللي اتكلمت عنها الناس علاقتها بشخصيات متعددة وخاصة شخصية مرموقة جدا في الوقت ده. وفي حديث عن التهديدات من أجل السكوت، ليلى غفران اختفت عن الأنظار لفترة كبيرة، بل وكمان وقفت عن إنتاج أي أعمال فنية ولمدة سنوات. ليلى غفران رجعت للظهور مرة تانية وفي برنامج شيخ الحارة اللي بيتعرض على قناة القاهرة والناس اللي بتقدمه الإعلامية بسمة وهبة. تصريحات ليلى غفران في البرنامج كانت متناقضة جدا في الوقت اللي بتقول فيه إن هي واثقة تماما في قرار القضاء، وإن الشخص اللي قتل بنتها هو الشخص اللي تنفذ فيه حكم الإعدام. القضاء المصري محترم جدا جدا لأنه مفيش خلاف، خاصة إن القرار ده عدى على 3 مراحل قضائية قبل ما يتنفذ، وإن هي واثقة تماما في القضاء المصري. اتحكم عليه مرتين بالإعدام وتنفذ الحكم المرة الثالثة. والمثير للجدل كمان ان تصريحاتها في نفس البرنامج متناقضة جدا، لا مش في نفس البرنامج بس، في نفس الدقيقة.
محمود العيسوي هو القاتل. بغفران بتقول ان محمود العيسوي الشخصية المتهمة بقتل هبة العقاد واللي متنفذ في حقها حكم الإعدام. ظهرت عليه النعمة وكانت باينة جدا عليه وعلى أهله، خاصة خلال المحاكمات بتاعة القضية اللي قالت إن هي حضرتها كلها. أخوه طلع قال إن أخوه ملوش أي علاقة بجريمة القتل دي، وإنه مش هو اللي قتلها وإنه بريء، وإن القاتل الحقيقي شخصية مرموقة جدا في مصر. هو اسألوه، هو متسألوه، وهم متسألونيش أنا. كلام ليلى غفران زي ما تقول كده تلميحات إن الشخص ده مش هو القاتل، ولكن القاتل حد تاني ودفع الشخص ده إنه يعترف بالجريمة بدل منه، زي ما بنشوف كده في الأفلام وفي المسلسلات وفي الجرائم العالمية. من ضمن الحاجات المثيرة للجدل برضو في القضية هي إن القاتل أو المتهم بالقتل محمود العيسوي لما دخل الشقة ما أخدش ولا فلوس ولا مجوهرات، كل اللي خده هو موبايل واحد و200 جنيه. الموبايل ده كان السبب في القبض على محمود العيسوي على حسب أقوال ليلى غفران. محمود العيسوي ادى الموبايل تخليصا للحق لواحد تاني، الواحد تاني ده اعترف ان الموبايل ده مش بتاعه وانه واخده من محمود العيسوي، وبعد كده اتقبض على محمود بسببه. مش بالطريقة الوحشية دي، مش بالشكل ده، مش قطع رقبة ولسان و17 طعنة و14 طعنة عنده الوقت انه يعمل كل ده. جريمة القتل كانت جريمة بشعة، ما كانتش جريمة عادية خالص. وصلت الجريمة للتمثيل بالجثث وقطع ألسنة البنتين المقتولين. الجريمة هتفضل مثار جدل الكتير، وزهرة هتفضل تطل علينا كل شهر رمضان وكل موسم إعلامي. عموماً خليك دايما متابع القناة عشان ما يبقاش فايتك كتير. اعمل سبسكرايب على اليوتيوب وفعل زرار الجرس علشان يجيلك تنبيهات بكل جديد انا بنزله، واعمل فولو على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام. عشان انت عارفة مين اللي مر المشوار بأمرت وقلت عاوزها يوم 25 يناير، انا عاوز اعيد القضية بتاعت بنتي من جديد. ادوخ شركة انتاج سينمائي.